مساكم الله بالخير، حياكم الله في دهن العود مع سعود في برنامج ليالي الكويت على تلفزيون دولة الكويت. حنا الليلة نطل عليكم من أبرق خيطان، هذه المدينة الكويتية الجميلة والأصيلة من زمان. حنا متواجدين في هالحوش، في هالبيت، وبقرب المحسن والدكان. حنا في ضيافة الأستاذ علي عبد اللطيف الكندري، وهو صاحب متحف وأنتيك الكندري، وأيضا باحث تراثي لأنه هو عضو في فريق إكسبو وعضو كذلك في فريق الطيبين، وما شاء الله عليه ناشط الحقيقة يعني في أكثر من مجال. حياك الله يا أبو عبد اللطيف. الله يحييك أخوي سعود، هذه الساعة المباركة ومشرفنا. الله يحفظك وشهزدين وهالزدين وهالمقصب. الله يجزاك خير. يعني أنت حبيت أنك تطلع في هذا اللوك كونك عضو في مثل هذه الفرق، ها؟ طبعا أنا يعني كل فعالية أو كل يعني كل أي شيء يصير عندنا سواء بالمؤسسات أو الوزارات أو حتى اللقاءات أحب ألبس اللبس هذا، أحب الناس تيجي تسألني ليش لابس كذي، فأقول لهم إن هذا اللبس قديم وقبل يلبسه فلان الفلاني أو كانوا يلبسونه الشيوخ أو التجار. صحيح. من هالكلام هذا نوصل لهم رسالة. أي نعم، زي تراثي رجالي بالضبط. أصيل بالضبط. القترة اللي يقولون عنها المنبطة والمطرزة والزديري والساعة، تبارك الله عليك. أبو عبد اللطيف، أنت الله يطول في عمرك من مواليد اللي عرفت الدوقة عدل الفروانية. سولف لنا من مواليد الفروانية الدوقة وانتقالكم إلى أبرق خيطان، وما شاء الله لكم أزود من 50 سنة يعني. إحنا بالدوقة من 64. ما شاء الله. طبعا أنا مواليد 70. انولدت بالدوقة. أي نعم. فسنة 73 طلع البيت بخيطان حق الوالد رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. طلع لنا من 73 وما زلنا قاعدين بخيطان. تبارك الله ما شاء الله. وانت تراوالي يعني انتهزت فرصة ان البيت عتيج وان الوالدة الله يحفظها ويخليها لنا موجودة هذه المبروكة، لذلك قلت خلني اسوي لي متحف وديوانية ودويرة معاريس. ها بالضبط. هو البداية كان بالدوغة او الحين يسمونها منطقة الفروانية. كان خالي هناك، كان خالي يعني حاط الشيء القديم الثقيل اللي هو الثلاجات والغسالات الأشياء اللي ما تخطر على البال. فأنا ذاك الوقت كنت صغير وكان دائما يشجعني إن أنا أجيله وأنظف وياه وأعدل معاه، وشوي شوي لما حببني بالشغلة هذه. شلون حببني؟ كان يعطيني دلة، كان يعطيني غوري يهاديك يعني. بالضبط. نعم. وأستانس لما يعطيني شيء يعني ببلاش، وهذا أي بالبيت وأحطه مثلا بالدوانية أو بالحجرة أو أي مكان. وشوي شوي لا والله قمت أبحث، قمت أشتري، أحب أسافر برا أستهوي الأشياء الكويتية أو الخليج بشكل عام. لما أتكلم عن الخليج، إحنا تقريبا 95% الخليج نفس الشيء، يعني خليجنا واحد فعلا، خليجنا حتى بالتراث واحد. والبيئة والإكسسوارات. نعم. أي نعم نعم. فأسافر الخليج ساعات مثلا لما أروح لندن أشياءنا قبل كلها إنجليزي، كلها إنجلند. فلما أروح لندن وأدي السوق الأنتيك ألقى أغراض الكويتية كلها عندهم. معقول؟ والله في لندن؟ في لندن. الله أكبر. في لندن وأقعد أشري فيهم. مثلاته وش شريت من سوقة لندن؟ وايد، شريت ساعات، شريت نظارات، شريت الإسراي نفسه القديم. الله. هي يعني الجنط السفر، الجناط. عسى هذه اللي رحلة سعيدة. هذه وغيرها بعد. والجلدية. والجلد بعد. نعم. إيه نعم. فالأشياء هذه سوق لندن فعلا لما تروح له الأنتيكس تحس إن أنت بالكويت. بالضبط بالضبط نفسه. هذه معلومة ظريفة والله. أيوة. وعندنا كذلك الهند بعد قبل يعني. وشغلنا هندي. الهند هندك لو قل ما عندك. لو قل ما عندك. فشغلنا هندي كان، وهم تلقى بعد أغراضنا هناك بالهند. فمثل ما قلت لك أستهوي الأشياء الكويتية. أنا إذا بحط أشياء الأنتيكس القديم أو حق كل العالم ما نخلص. إحنا كذي وما شاء الله الكويت أو الخليج
وليه الحين قام نبحث وناخذ ونشتري وهذا ومو خالصين. نعم. فما بالك إنه لو أدش بالعالم وآخذ من كل دولة شيء قديم ما راح يخلص. يعني أبو عبد اللطيف البدايات كانت من السبعينيات من المراهقة ها؟ من أي يعني نعم. وأنت تجمع بهالقطع الثمينة والأنتيك. نعم البداية قلت لك مع خالي. يعني خالد كان طبعًا. إيه وأنا ذاك الوقت. شين قال له؟ خالد عبد الرحمن. ونعم. نعم. ونعم الله ينعم بحالك الله يسلمك الله خير وما زال والله يعلمني واتعلم من الوالده الوالد الله يرحمه الوالده ما زالت تقول لي مثلا الشغله هذه لا تحطها هني لا حطها الصوب الفلاني يعني انا الحقيقه تشرفت وافتخرت اني سلمت على الوالده ميمتنا عسى ربي يطول في عمرها ونشكرها الحقيقه على هالقدوع الزلابيه والقيمات والشايات والقهوه انتوا اهل كرم ونشدتها وقالت لي انا عاونتها ان هي كانت مثل ما نقول لها لمسات وبركات في هالمكان أكيد صح؟ معلمتك قالت لك هذا هني مكانه إيه وهذا غلط صح شنو شرفت عليه أكثر الوالدة؟ شرفت علي مثلا الغرفة تقول لي مثلا الغرفة الدار هذه نعم. تقول لي حط الدريشة هني الباب حطه هني إيه؟ الجنطة هذه مثلا ما تنحط عند محل الرواد وحطها هني يعني في الله أكبر لأنها يعني امرأة كويتية أصيلة وعايشة يعني وعاشت طبعا عاشت الدوقة وقبل الدوقة ترى والي يوم أنها طفلة يعني أيوة بالضبط إيه؟ عدل زين الله يسلمك شنو عندك أبو عبد اللطيف من مقتنيات الوالد والوالدة الله يخليها إن شاء الله عندي مقتنيات الوالد والوالدة عندي كبت والدي يوم ياخذ أمي الله جهاز على ما قالوا ها سنة 56 ما شاء الله عندي الكبت وعندي الصندوق ماله ما زال للحين هم عندك للحين عندي يعني وحاطهم بال بهالدار اللي بنصورها اي نعم وعندي حق الوالد إجازة قاري إجازة قاري إجازة قاري سنة 57 شلون هذه جازة؟ كان يدري من القاري أول بجازة قبل القاري شلون؟ يعني ما تروح تشتري قاري وبس لازم يكون عندك إجازة يا سلام إيه الحين القاري صار حق اللعب حق المشي نعم. أي يمكن حق الرياضة قبل لا قبل تسوق القاري للعمل والمرحوم عنده إجازة قاري عنده إجازة ليش يروح فيها يعني دوامة قبل؟ إيه يعني مثلا لازم أي كان أنت بتسوق قاري لازم يكون عندك الليسن أو الإجازة الله عندك مثلا البريد أو ساعي البريد لما يسوق قاري لازم يكون عنده إجازة قاري وفيها شروط من شروطها أنه في دوارة الدوارة يعني سكان في ليت أصفر قدام والليت الخلفي يكون أحمر عجيب في بريكات الله في تفلش القاري أو تكسر القاري أو صار اللي صار لازم تروح ترد الإجازة ما شاء الله عليك الحين عندك صورة الإجازة وبتصورها ما في شك بس عندك صورة القاري بعد بكبرة القاري لا ما عندي عندي قاري قديم ولكن نعم. أنا يهمني تهمني الإجازة نفسها والله عندك يعني من القطع الثمينة والنادرة ها أبو عبد اللطيف عندي بالنسبة حق الجوازات والورقيات عندي ايش سالفة هالجواز اللي انت كله تسولف عنه جواز بوخيشة اي جواز بوخيشة اول شيء هذا اول جواز دفتري صدر بالكويت سنة 49 ما شاء الله قبل الجواز كانت ورقة اسمها علم وخبر علم وخبر؟ علم وخبر هذه قصة رواية اي هذه يعني ورقة كأنها عنوان رواية اي بعدين ايه؟ صارت سنة 49 صار عندنا جواز دفتري الجواز الدفتري هذا طبعا لونه أخضر عليه الإمارة وعليه العلمين وملمسه خشن لما جيسه حالة الخيشة شوي لا والله أنعم من الخيشة ولكن يتم خيشة سموه جواز بخيشة عجيب ليه سنة 49 دشينا بالخمسينات صار الجواز الأسود اللي هو أبو علمين أبو علمين أين؟ يعني دولتنا الحبيبة نقدر نقول مرت في أكثر من مرحلة حتى في الجواز طبعا أي. طبعا إلى أن وصلنا يعني على ما هو عليه عندي الجوازات وليومك هذا عندي من 49 ليه اليوم هذا والجوازات عندي وعبد اللطيف هل كلفك يعني هذا المكان الجميل الحقيقة كان من هالمتحف الحوش ولا هالديوانية ولا هالدويرة كلفك ماديا الشيء الكثير لأن هذا يعتبر مجهود فردي شخصي يعني عدل نعم. فهل كلفك ماديا الشيء الكثير ولا معظمها هدايا وعطايا ومن المحبين والأسرة والله هي شغلة مكلفة إيه نعم مكلف يعني ولكن مثل ما قلت أخوي سعود عندي الأهل ساعات أشياء قديمة عندهم خلاص قبل كانوا ما يهتمون الحين لا عندنا والله واحد من جماعتنا عندنا ولدنا علي
يجمع هالأغراض نجيب له الغرض هذا ونحطه عنده بالمتحف، سواء الأهل سواء الجيران ما زالوا يعني. أحب لما أخذ القطعة أفتخر لما أنا أخذها مثلا من سعود، أكتب عليها مثلا من سعود القطعة، أستانس لما يجون الناس يشوفون القطعة قديمة، من وين لك هذه أبو عبد اللطيف؟ أقول لهم إن هذه القطعة والله أعطاني إياها سعود، أعطاني إياها مثلا بيت السوارج أو بيت البغيلي أو بيت خالد مهنة. أحب أكتب عليها وأفتخر لما أقول حق الناس هذه القطعة من فلان. ما شاء الله عليك، والله الحقيقة أن ربي يوفقك ويعليك ودايم في هالمكان. يعني استقبلت طوال هالسنين هدايا وعطايا من المحبين كثر يعني. نعم. هم شافوا أن ما لها مكان في بيتهم إلا أنها أكيد لها مكان في أنتيكات الكندري. بالضبط، وساعات يعني عشان يورون القطعة حق الناس اللي أعطوني إياها يبون الناس عندي عشان يشوفون قطعتهم اللي أعطوني إياها. مثل شنو؟ عندي مثلا أعطوني جواز، أعطوني البيزات أو الفلوس، عبد الله السالم، صباح السالم، الفلوس اللي بعد التحرير على طول، هذه فلوس الأزمة اللي يسمونها اللي ما قعدت يمكن حتى سنة. صحيح. اللون كانت ألوانها حلوة، البرتغالي والبنفسجي فعلا. هذه كلها إهداءات، ولما يجوني الناس أحب أني أقول لهم هذا والله مو أنا اللي شريته، لا أفتخر لما أنا أقول والله بيت السوارج عطوني هالقطعة، ولا بيت البغيلي، ولا بيت أي بيت كان، أقول لهم إن هذه القطعة من البيت الفلاني. والله قواك الله وجزاهم الله خير الجزاء، إن عاونوك وساندوك وساعدوك، فهذا دعم معنوي كبير ومادي أيضا يعني، لأن القطع ثمينة مثل ما تعرف أبو عبد اللطيف. هالحلقة لها تكمالة وجزء ثاني، فحنا مكملين وياكم إن شاء الله في الجزء الثاني. انطرونا الأسبوع الجاي، كاننا وياكم من الحيين، أمناكم الله. عضويتك في فريق إكسبو التراثي وكذلك الفريق الكويتي الجميل ألا وهو فريق الطيبين. فريق الطيبين أعطاني الكثير وما زلت أتعلم. أبهرتونا باهتمامكم بالتراث الكويتي الشعبي الأصيل.